اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام، حيث نرصد فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من اهم العناوين. نقرأ في الزمان: اعتداء محافظ واسط على ضابط شرطة يضع هيبة الدولة على المحك ويثير السياء الشعبية. جاء في المدى الكرد يحاولون اقناع عربي وتركماني كركوك بقبول مرشحهم لمنصب المحافظ. ونقرأ في كتابات: إيران تؤكد أن الحشد الشعبي لن يندمج بشكل كامل في الجيش العراقي. وجاء في البصائر: باحثون مصادرة أراضي حزام بغداد يهدف إلى التغيير الديموغرافي. نطالع في الحياة: العراق يؤكد للبحرين التزامه حماية مقار البعثات والسفارات الدبلوماسية. وجاء في العرب اللندنية: فشل احتواء النفوذ الإيراني يتسبب في تصدع علاقة واشنطن ببغداد. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب الجديد: إبادة بطيئة لإدلب ومحيطها وعودة قريبة لمباحثات المنطقة الآمنة. أهلا بكم. 27 شهرا تماما من انتهاء العمليات العسكرية التي قادها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة القوات العسكرية والأمنية وميليشيات الحشد الشعبي، وأدت إلى تهديم وتحطيم وخراب مدينة الحضارة والأنبياء والصالحين، مدينة العلم والمعرفة والشعراء والأدباء والقادة والمفكرين، مدينة التاريخ المجيد، مدينة الموصل. وما أدراك ما هي المعاني الكبيرة والقيم السامية والروح الأبية التي تحتويها هذه المدينة العريقة؟ مدينة استهدفت لكثير من الأسباب، وعلى رأسها أنها هي من قاومت وقارعت الاحتلال البغيض والوجود الأمريكي منذ 9 نيسان 2003، وكبدت قوات الغزو العديد من القتلى والجرحى. حول ذكرى حرب الموصل ومأساتها المستمرة لهذا اليوم، كتب إياد العناس في صحيفة البصائر العراقية: أدوات ووكلاء النفوذ والهيمنة الإيرانية سعت بكل جهد وإمعان في تحطيم المدينة وضياع تراثها وغياب حضارتها، بتنفيذ التوجيهات والوصايا التي أعطيت لهم من قبل الأجهزة الاستخبارية والأمنية والعسكرية التابعة للنظام الإيراني، انتقاماً من الدور الريادي الذي قام بها أبناء هذه المدينة الباسلة بالدفاع عن العراق وترابه وأرضه أمام الأطماع التوسعية الإيرانية في حرب العراق المقدسة في الثمانينات من القرن الماضي. كان استهداف الموصل مشروعاً تدميرياً واسعاً في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية والسياسية، والسعي لزرع حالة الإحباط واليأس في نفوس أهالي المدينة وتطويعهم ضمن مخطط توسعي يستهدف حياتهم ووجودهم ومستقبلهم. ولكن هذا المشروع أصبح واضحاً بأدواته وأهدافه وملامحه، وبدأ أهالي المدينة جميعهم يعلمون حقيقة ما يدور حولهم وطبيعة الصراعات الحزبية والفئوية والمصالح المادية للكتل السياسية وأهداف التواجد الميليشياوي المسلح في محافظة نينوى، بعدما ذهبت أدراج الرياح أكاذيب حكومات بغداد التي دعتهم للبقاء في المدينة وعدم تركها ومغادرتها عند بدء العمليات العسكرية. فكان الدمار الشامل لحياتهم وحياة أبنائهم ومناطق سكناهم وحقولهم ومزارعهم ومتاجرهم وضياع مستقبل أبنائهم واستشهاد إخوانهم وأهاليهم التي لا تزال جثثهم تحت الأنقاض لم يتم رفعها كليا بحجج واهية ودوافع لا تمت للإنسانية ولا للضمير الحي بأي صلة أو علاقة. إذن فهل تحقق لمدينة الموصل ما كانت تتوقعه من إنصافها وإعادة البنية التحتية لمؤسساتها الخدمية والتنموية؟ وهل تحقق لأبناء مدينة الموصل ما وعدوا به من وعود كاذبة أعطيت لهم من قبل قيادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي سعت لمصالحها وأهدافها فقط وخدعت المدينة وأهلها كما فعلت حكومة بغداد؟
جاء في المدى كل عام في مثل هذا الوقت تماماً. يتذكر الفيسبوك العراقي ما جرى صبيحة 14 من تموز. البعض يستعيدها بالدفاع عن عبد الكريم قاسم ونزاهته ووطنيته، ويتذكر بيوت الفقراء والمدارس والمستشفيات وقوانين الإصلاح الزراعي والنفط والأحوال الشخصية. البعض الآخر ينتقد حكم العسكر والمجزرة التي حدثت للعائلة المالكة. اختلاف الآراء أمر طبيعي جدا في بلد يمارس أكثر مواطنيه مهنة المحلل السياسي. عن حديث المالكي وحزب الدعوة وإن الحزب من ساهم في بقاء العراق، كتب علي حسين مقالا ساخرا في صحيفة المدى. بينما تدور حرب البسوس هذه على صفحات الفيسبوك بين أنصار الجمهورية ودعاة الملكية، خرج علينا السيد نور المالكي ليذكرنا أن النقاش عن العراق عقيم جدا، وكان الأولى بالعراقيين أن يدركوا أنه لولا حزب الدعوة لما كان هنالك شيء اسمه عراق. فيما خرج السيد إبراهيم الجعفري من قمقمه وبعث برسالة إلى حزب الدعوة يخبرهم فيها أن الشداد المخاض يؤذن بقرب حصول الولادة الجديدة. وبعيدا عن ولادات الجعفري ونظرية السيد نور المالك الجديدة في كتابة التاريخ العراقي التي يريد أن يؤكد من خلالها أن ضعاف النفوس من أمثاله طبعا لا يرون حجم التطور الذي حصل منذ عام 2005، السنة المباركة التي تولى فيها السيد إبراهيم الجعفري قيادة العراق آنذاك، لأننا عشنا قبل هذا التاريخ في بلاد لم تكن فيها سوى المستنقعات والفقر واقتصاد يعتمد على التسول من دول الجوار، ولهذا كان لابد للجماهير من أن تخرج عن بكرة أبيها لتطالب بعودة كرسي رئاسة الوزراء لحزب الدعوة. ينسى السيد المالكي أن ما جرى خلال 16 سنة الماضية كان نتيجة حتمية لأفعال وأقوال أحزاب السلطة التي ارتكبت كل الجرائم بحق العراقيين، والتي لا ينفع معها أن يعيد لنا السيد المالكي اليوم اسطوانته عن دور حزب الدعوة في إنقاذ العراقيين من الضياع. يقول المراقبون ويقول الكاتب: في كل يوم تتجه أحزابنا المؤمنة بقوة إلى الاستعراضات الخطابية، فيما الفساد ينخر جسد مؤسسات الدولة. قدم تطوران جديدان مؤشرا قويا على التصدع الكبير في علاقة الولايات المتحدة والعراق بسبب عجز بغداد عن احتواء النفوذ الإيراني المتجذر في البلاد، وتزامن التطوران بشكل لافت وملحوظ، إذ أجلت واشنطن موعد استقبال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي كان مقررا هذا الشهر إلى إشعار غير محدد، فيما بدأت السفارة الأمريكية ببغداد بتنفيذ خطة لتقليص عدد موظفيها. هذا تقرير لصحيفة العربي اللندنية بشكل واضح وصريح. ضغطت الولايات المتحدة على العراق بشدة لتعديل سياسة الانفتاح اللامحدود على إيران، إلى درجة إرسال وزير خارجيتها إلى بغداد لنقل هذه الرغبة إلى المسؤولين العراقيين. وبالرغم من أن المسؤولين العراقيين وعدوا الولايات المتحدة بفعل كل ما من شأنه تهدئة مخاوفها من النفوذ الإيراني، إلا أن الوقائع على الأرض لا تشير إلى وجود أي تحول استراتيجي. وللمرة الثانية يؤجل موعد زيارة عبد المهدي إلى واشنطن من طرف الولايات المتحدة دون إبداء الأسباب، ما ترك علامات استفهام كبيرة حول التقييم الذي يضعه المسؤولون الأمريكيون لرئيس الوزراء العراقي. ومع أن موعد هذه الزيارة لم يكن معلناً، إلا أن إشارات متعددة صدرت من بغداد خلال الأسابيع الماضية تشير إلى أنه قريب. وحاول رئيس الوزراء العراقي تلبية رغبات الولايات المتحدة بشأن تنظيم عمل قوات الحشد الشعبي بما يضمن خروجها من تحت تأثير العباءة الإيرانية، وأصدر عبد المهدي أمرا خاصا في هذا الإطار، لكنه لم يتضمن جديدا فضلا عن المصاعب التي تمنع تطبيق بنوده التي ينحدر معظمها من القانون الذي شرع خلال ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. يقول مراقبون أن ثمن المواجهة بين الحكومة والحشد الشعبي في حال اندلعت ربما يكون رأس عبد المهدي نفسه ما يلقي الكرة في ساحة رئيس الوزراء العراقي المتهم أصلا بانتهاج سياسة استرضاء لطهران، على حساب العلاقة مع واشنطن طبعا.
في عربي 21 كثيرة هي الوجوه التي تتميز بها الحرب السورية، إنجاز وصفها بالحرب تبعا لكونها ثورة شعبية بدأت سلمية قبل أن يعسكرها النظام بقرار واضح وصريح منه، وبالطبع من أجل تسهيل وصمها بالإرهاب والرد عليها على نحو دموي وغير إنساني. والثورة السورية والحرب، هذه مواضيع كتب ياسر الزعاترة عنها في موقع عربي 21. لعل أهم الوجوه الخاصة بالحرب السورية هي إجماع القوى الكبرى على حرمانها من الانتصار، كل منها لحسابات خاصة، فيما كان الموقف الأمريكي والغربي رهنا للرؤية الصهيونية التي أرادت سوريا ثقبا أسود يستنزف الجميع من دون إسقاط النظام، وهو ما كان بالفعل. وبالطبع نظرا لقدرة الأمريكان على الضغط على الجميع لتحديد المسارات الخاصة بها ومواقف سائر الأطراف وفي المقدمة حرمان الثورة من السلاح النوعي، نفتح قوسا كي نشير إلى أن ها هنا نظاما فريدا من نوعه ولا وجود للمثيل له في أي مكان من هذا العالم. وهذا الكلام ليس للمبالغة أبدا، بل هو حقيقة يعرفها الجميع، وإن أنكروها عبر تفسيرات وتبريرات سخيفة لا تقنع أحدا، وربما عبر الإشارة إلى أنظمة مشابهة من حيث الفكرة ولكنها ليست كذلك من حيث النسب، إذ يحدث أن تتحكم فئة بفئة أكثر منها عددا، ولكن ليس بهذا الفرق الرهيب. ها هنا نظام أمني طائفي تتحكم به أقلية لا تتجاوز نسبتها 10 السكان، وهذا أمر لا وجود له في أي مكان في العالم. أما الكلام على أنه ليس نظاما طائفيا فهو أكثر من سخيفة، لأن الكل يعلم أن الأقلية الطائفية هي من تتحكم بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذه الأخيرة هي من تتحكم بالبلد، وهي من رعت عملية توريث البلد من الأب حافظ الأسد إلى الابن بشار كأنه مزرعة، وليست دولة تطلق على نفسها لقب جمهورية. المقاربة التي أنتجت الحل الأمني بالنسبة للنظام في مواجهة الثورة لها بعد طائفي، عنوانه أن انتصارها أي الثورة يعني سحق الطائفة، ما يعني أن خيارها الوحيد هو القتال حتى النهاية. لكن الوجه الآخر هو ما ذكرنا بشأن مواقف القوى الكبرى، والأهم منها موقف إيران التي ألقت بثقلها من أجل منع تغيير الوضع لأسباب طائفية وأسباب أخرى ربما، وهو ما صمتت عليه القوى الكبرى تبعا للقناعة الصهيونية، للقناعة الصهيونية إياها بالضبط بشأن تحويل البلد إلى ثقب أسود، هكذا يصفها الكاتب، ثقب أسود يستنزف الجميع. وإن انطوى ذلك على موقف من عموم الربيع العربي وثوراته كذلك. جاء في القدس العربي: يقف الشعب الفلسطيني على عتبة المرحلة النهائية لتطبيق المشروع الصهيوني لبسط السيطرة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية بمساندة أمريكية كاملة عن طريق أداتين رئيسيتين، هما صفقة القرن التي يرمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الشعب الفلسطيني، وقانون الدولة القومية اليهودية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي العام الماضي. طبعا هذا مقال للكاتبة سميرة قعوار في صحيفة القدس العربية. صفقة القرن التي يريد ترامب تمريرها ما هي إلا النتيجة المنطقية النهائية التي أدت إليها اتفاقيات أوسلو المبرمة عام 93، والتي رسمت محاولات التصفية النهائية للمشروع الفلسطيني الوطني المقاوم للكولونيالية والساعي للاستقلال والتحرر، حسب ما قال البروفيسور جوزيف مسعد أستاذ السياسة المعاصرة والتاريخ الفكري العربيين في جامعة كولومبيا في مؤتمر حول فلسطين انعقد في لندن الأسبوع الماضي. وبكلمة أخرى، فالصفقة قد تصبح الخطوة الأخيرة فيما يسمى بعملية السلام. ومع أن إدارة ترامب لم تعلن عن الشق السياسي للصفقة التي تريد فرضها على الفلسطينيين، واكتفت بإعلان الشق الاقتصادي في مؤتمر البحرين الشهر الماضي، فإن تحركاتها تعطي فكرة واضحة عما تبيته للشعب الفلسطيني. قيام واشنطن بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في العام الماضي وتبني ترامب موقف إسرائيل بأن القدس هي عاصمة إسرائيل
يوجه رسالة بأن القدس لم تعد على طاولة أي مفاوضات فلسطينية مع إسرائيل، وأن الملف أغلق نهائياً، وهذا يصب في جهود إسرائيل للتحضير لتصفية القضية الفلسطينية. فقد كانت مساحة القدس الشرقية 6 كيلومترات مربعة عندما احتلتها إسرائيل عام 67، لكنها وسعت حدود بلديتها بحوالي 12 ضعفاً على حساب أراضي الضفة الغربية. وهناك خطة لتوسيعة إضافية بحيث تشكل القدس الموسعة حوالي 25% من مساحة الضفة الغربية، وتستثني إسرائيل ما تسميه القدس الكبرى الموسعة من أي مفاوضات وتعتبرها عاصمة إسرائيل الأبدية. يقول الكاتب: أما الآن وقد باشرت إسرائيل بتنفيذ المرحلة الختامية من مشروعها الكولونيالي الاستيطاني في كامل فلسطين التاريخية بموافقة ومساندة أمريكا، حيث جاءت هذه الموافقة والمساندة بقبولين أمريكيين كاملين. فقد أدركت السلطة الفلسطينية والطبقة السياسية المحيطة بها أن الدور المنوط بها قد انتهى بالنسبة للإسرائيليين والأمريكيين، وأن صفقة القرن إذا ما طبقت ستحافظ على جهاز الأمن الفلسطيني فقط، مع احتمال الاحتفاظ بجهاز إداري مصغر. إذ يبدو أن صفقة القرن تفترض أن رجال الأمن ورجال الأعمال من أصحاب الاستثمارات هم كل ما يلزم الفلسطينيين لكي يتحرروا. ولعل إدراك السلطة الفلسطينية لذلك هو ما دعاها لمقاطعة مؤتمر البحرين الذي كشفت فيه الولايات المتحدة بغموض تام عن الشق الاقتصادي لصفقة القرن بدون أي مضمون سياسي. تتوالى هزائم فرنسا على 3 جبهات في مالي وليبيا وفي ثنايا الاتحاد الأوروبي، كما تتراجع أياديها عن الصفوف الأولى للحكم في الجزائر، ما يدلل على أن ثمة شيئاً جللاً يحدث بعد حوالي 60 سنة من الانعتاق عن العدو اللدود الذي أينما كان يجب أن لا نكون. من فرط من ما يحمل لنا من عداوة وما يتحرك به من دسائس ليدعنا في التخلف والرجوع إلى الوراء ولا نخرج من الأزمات ولا تنتهي الأزمات أيضاً. عن الثورة الجزائرية وتقويض النفوذ الفرنسي في المنطقة كتب محمد سيبشير في صحيفة العرب الجديد: من نافلة القول التعرض هنا لحجم العداوة التي يحملها الجزائريون لفرنسا وتبادلهم إياها، والتي خلفيتها رقم مهول من ضحايا الاستدمار والمسخ الذي مارسته ما يزيد عن 130 سنة، والذي يشير وفق مؤرخين محققين من أمثال أبو القاسم سعد الله، محمد الأمين بالغيث ومحمد القرصو، من دون أن ينسى المنصفون من المؤرخين الفرنسيين ممن أرخوا لتلك المجازر إلى حوالي 10 ملايين شهيد جزائري في الفترة الاستدمارية كلها، لينتهي المقام إلى اعتبار مجرد سرد اسم فرنسا استدعاء لمخيلة عداء دمار ومكيدة تستمر وتتعمق مع مر الزمن. يرفع الجزائريون كل جمعة شعارات تدل على رفضهم التام لفرنسا، انطلاقا من ذاكرة تحمل في مخيلتها العدو الدائم ولكن لا يغيب عن عقول الجزائريين. إن العاطفة لا تكفي وحدها لدحر تلك المخيلة، بل يجب استتباعها بجملة إجراءات لعل أهمها فك الارتباط الفكري اللساني الثقافي والتوجه صوب الانعتاق الحقيقي المبني على خيارات استراتيجية بمشروع نهضوي يقربنا من تحقيق حلم بلوغ المكانة التي في الجزائر بالنظر إلى مقدراتها تاريخها وزخم الجوار الطبيعي وخصوصا منه المغاربي، ومن دون ذلك استمرار فرنسا في اللعب على أوتار الجهوية العرقية والتركة الاستعمارية الأخطبوطية. يضيف الكاتب: إنها معركة وجود، معركة وجود بحق، وليس يوصل الجزائريين إلى الانتصار فيها كما يقول إلا الوعي بحيوية ومفصلية الموقف الذي يوجدون فيه. والأدوات، أدوات الانتصار، هي الحوار والوحدة والوحدة والتوافق، وموجودة كلها ومتوفرة، ويمكن تعزيزها كذلك ليولد عنها تلك الجزائر الموعودة والمرغوبة.
بعيدا كل البعد عن السياسة، طور باحثون من مختبر البروفيسور جامي بايك السويسري روبوتات صغيرة يبلغ وزن الواحدة منها 10 غرامات، واستوحوا الفكرة عن حياة النمل. فالروبوتات الصغيرة تستطيع التواصل مع بعضها البعض وتوزع الأدوار فيما بينها وتنجز أعمالا معقدة من خلال العمل الجماعي. ومن المعروف على المستوى الفردي أن كل نملة تتمتع بالقوة والذكاء، لكن على المستوى الجماعي يستطيع النمل القيام بأعمال معقدة وتفادي الأعداء والأخطاء في نفس الوقت. ووفقا للبحث الذي نشرته مجلة نايتشر في عددها الأخير، تبدي الروبوتات على المستوى الفردي قليلا من الذكاء، لكنها قادرة على التواصل والتحرك بشكل جماعي، ويمكن إعادة ضبطها وهي بسيطة في هيكلها. ورغم ذلك تستطيع أن تقفز وتزحف لاستكشاف جميع أنواع الأسطح. ويمكن للروبوتات هذه بعملها معا كشف أي عقبات والتغلب عليها سريعا، وتحريك أشياء أكبر وأثقل منها بكثير. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.